قبل ساعة من الآن رئيس الجمهورية يقوم بحل البرلمان التونسي اعتمادا على ما قال الفصل 72 من الدستور. هذا الحل جاء على خلفية اجتماع البرلمان اليوم وتصويته بالأغلبية المطلقة ب 116 صوتا على قانون عدد واحد 22 مؤرخ 30 مارس 22 يلغي جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 21 بطبيعة الحال إذا كتب له الإمضاء من طرف رئيس الجمهورية حتى نتحدث عن القانون. إذن رئيس الجمهورية اعتبر اليوم البرلمان واجتماعه على حد تعبيره بمثابة الانقلاب. نسأل إلى أي حد يعتبر قرار السعيد بحل البرلمان قرارا دستوريا، وهل يسرع قرار الحل هذا الذي كان استبعده رئيس الجمهورية في الحقيقة قال يومين فقط، هل يسرع في عقد انتخابات سابقة لأوانها يطلبها الجميع بما فيهم بعض مناصري إجراءات سعيد، أم أن ما أسماها سعيد منذ قليل ببدء الملاحقات الجزائية ضد النواب هو إعلان حملة اعتقالات أمنية ومزيد التورط في ضرب الحريات؟ هل أغفلت النخبة التونسية قوسي الاستقطاب والشعبوية، أم أن فاتورة النضال من أجل استرجاع المؤسسات الديمقراطية لم تطوى بعد، لم تكن قد بدأت بعد؟ أسئلة هذه وغيرها نطرحها على ضيفنا في هذا اللقاء الخاص، الوزير السابق وأستاذ القانون الدستوري الدكتور عبد الوهاب معطر. أستاذ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. يا أهلا وسهلا سي عبد الوهاب. إذن سريعا قبل أن نبدأ النقاش نأخذ كلمات من ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية منذ قليل في ما أسماه باجتماع المجلس الأمن القومي وقراره بحل البرلمان. يلا. حماية الشعب والوطن بناء على أحكام الدستور، لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها، وبناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي. اجتمع هذا المجلس او هيئ له انه اجتمع ولا يعلم احد كيف تمت دعوة هذا المجلس للانعقاد، لانه اولا مجمد، والاجتماع الذي تصوروا انه حصل عبر قناة تلفزية اجنبية وهو ما لم يحصل قط في تاريخ اي برلمان، لا شرعية له على الإطلاق. فمن تقدم بهذا المشروع ومن ختمه ومن أمر بنشره لهذا الحد يتلاعبون بمؤسسات الدولة، لهذا الحد يستهينون بالشعب التونسي بعد أن جوعوه وبعد أن نكلوا به. ولكن أقول للشعب التونسي لتأمن إن شاء الله من بعض خوف ربما، ولكن لتأمنوا جميعا، لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة. أنها محاولة فاشلة للانقلاب،
وهو تآمر على مرحبا مرة أخرى في هذا اللقاء المباشر والاستثنائي. في الحقيقة نحن أكثر من أننا في وضع برنامج خبري مباشر، أكثر منا في المراسل الصحفي اللي نناقش التطورات المتسارعة في الحقيقة مساء اليوم بعد قرار أو إصدار مجلس نواب الشعب مشروع قانون بأغلبية مطلقة ب116 صوتا، قرر إصدار القانون عدد واحد يقضي بحل وإبطال جملة المراسيم التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية. هذه الليلة قبل ساعة فقط رئيس الجمهورية يعلن حل البرلمان لمناقشة هذه التطورات المتسارعة. معنا الوزير السابق وأستاذ القانون الدستوري في هذا اللقاء الخاص، أستاذ الدكتور عبد الوهاب معطر، أهلا وسهلا بالهاتف. رئيس الجمهورية كما كنتم تشاهدون في الكلمة اعتمد يقول على الفصل 72 ونحن نقرأه، الفصل 72 من دستور 27 جانفي 14 2000، يقول في فقرة واحدة، يقول إن رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور. على هذا الفصل فقط اعتمد رئيس الجمهورية على حل البرلمان، واعتمد واعتبر اليوم أن ما أقدم عليه البرلمان اليوم هو انقلاب دستوري. أستاذ عبد الوهاب أهلا وسهلا. نعم أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. تتسارع الأحداث إذن بعد إعلان مجلس نواب الشعب اليوم قانون أو مشروع قانون عدد واحد، رئيس الجمهورية يحل البرلمان وأنت أستاذ القانون الدستوري، هل ما اعتبره رئيس الجمهورية قرارا دستوريا معتبرا 72 قرار دستوري أم لا؟ نعم يا سيدي، أنا أعتقد من زمان أن الحديث عن الدستورية وعن احترام الدستور في هذا العهد السعيد هو هراء وتزيد. سيد قيس سعيد منذ البداية، منذ حتى قبل 25 جويلية، تذكرون مسألة يمين الوزراء، مسألة المحكمة الدستورية، عدم ختم القوانين، يعني مسألة محاربة الحكومة في جميع معناتها نشاطاتها إلى غير ذلك، هو لا يحترم الدستور من أصله، وجاء 25 جويلية منذ يعني ليكرس هذا التوجه بشكل فظ. أجمع عليه تقريبا كل أساتذة القانون والقضاة والملاحظين السياسيين وكل الناس. منطوق الفصل 72 دكتور؟ الفصل 72 هذا أولا أريد أن أقول هو السيد هذا في الأمر متاع سبتمبر 22 سبتمبر قال أنه ألغى الدستور وما خلى فيه كان الباب الأول والباب الثاني. الفصل 72 هذا يجي في الباب الرابع المتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية، وهو ليس في أي شيء، فقط يقول أن رئيس الجمهورية كما كنت تقرأ فيه منذ حين نعم أن هو مسؤول على وحدة الدولة وعلى سلامتها. وأنا كنت أود أن السيد قيس سعيد إذا كان فاهم الفصل ويريد أن يطبقه، راه ما قامش بالانقلاب، لأن الانقلاب الذي أتاه هو يكرس تقسيم المجتمع ويكرس الانقلاب على الدولة والانقلاب على الدستور وفكك وحدة الدولة. هذا ما قلناه من البداية وما نشهده اليوم، وبالتالي هو يسند إلى فصل 72 هذا الذي سبق له ألغاه. نعم. وثاني نقطة ثانية، أما لو كان يحترم فصل 72 راه اليوم يحترم الدستور وفما قانون أصدره المجلس النيابي يخضع له، خاصة أن المجلس النيابي اليوم مد له قصب النجاة، قال له يا سيد الكريم اجوا نتحاوروا ونعملوا حوار وطني ونغيروا القوانين ونمشيوا لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. هذا هو الشيء، يعني قبل اسمح لي دكتور، يعني
يتلقف هذا، لأنه يطلب ينقذ حتى نفسه، باش ينقذ نفسه هو دكتور. كان كالعادة الهروب إلى الأمام. نعم. ومشى إلى حل البرلمان، وحل البرلمان نذكر منذ حين سيادتك أنت، منذ حين قلت يعني أنه منذ يومين قدام نفس المجلس القومي قال المجلس الأمن القومي قال أنا ما حبيش نحل البرلمان على خاطر هذا مخالفة الدستور. يا أولانس اليوم ولا هذا معقول تمشي تحل البرلمان؟ يعني هو راه شوف يا سيد الكل، راحنا ما احناش أمام شخصية نسوية، راه ماهوش معقول. كل نحن نعيش في هذه البلاد في وضع سريالي بأتم معنى الكلمة، تجد الشيء ونقيضه يصدر من نفس الشخص ولا مندوحة في ذلك. هذا يا أخي شيء يعني يفوق الخيال ويفوق التوقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.